بعد ساعه من زمان اتاكد ان ده فعلا المدينه محترقه. فيتصل فيه ابن اخوه يقول انه الوالد رافض الخروج من المدينه. فيبدا سيف القاضي بمتابعه العائله خطوه بخطوه خارجين من المدينه متجمعين امام السيطرات الى اقليم كردستان. حتى الساعه 12 ظهرا عندما تفتح الابواب للجميع. فحقيقه هذا الموضوع رجعت حتى اكتب عنه كان موضوع صعب جدا. وهذا الشريحه من المجتمع حقيقه ليس لها صوت بيننا. دائما العوائل تحاول تتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصه، لا تظهر. ولهذا السبب كتبت فصل كامل بلسان ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه قسم ما قادر حتى على الكلام. نتعامل مع مشاعرنا. تكتب عن احزاننا، تكتب شعر، تكتب نثر. حتى تفرغ الاحاسيس المحزنه في داخلنا. اليوم فعالية مركز يوسف ذنون هو استضافة المغترب العراقي في النرويج الأستاذ محمد سيف المفتي وروايته رقصة داكنة. حقيقة هذه الرواية تحدث عن الأحداث اللي مرت على بلدنا الحبيب العراق وعلى مدينتنا الموصل، وتحدث كذلك على الفترة المظلمة للتنظيم الإرهابي اللي استباح المدينة، عمل في منظمات إنسانية، يتكلم عن معاناة أقرباءه وأهله اللي كانوا ساكنين في مدينة الموصل. حقيقة هاي كانت محاورة كلش قوية مع الست فلسطينية الجراح اللي هي أستاذة للكاتب محمد سيف المفتي. حقيقة يوم مميز جدا بأن أكون بيناتكم في الموصل مع نخبة من الناس المستوعبة لحجم المأساة المدينة والطريقة اللي كتبت فيها الرواية. هذه الرواية تكشف جانب مظلم من الجوانب التي تعرضت لها مدينة الموصل لم يكتشفوا حتى من عاش في داخل المدينة. أقول لكم نتيجة خبرة في هذا الميدان في النرويج، فنقلت الفكرة بشكل كامل من خلال عمل أدبي. سبب العمل الأدبي حتى يكون قريب من القلب وليس عمل موثق، هذا هو السبب لكتابة الرواية رقصة داكنة. اليوم نستضيف محمد سيف المفتي أحد أبناء الموصل المغتربين الذي المتواجد في النرويج، وله كتابات عديدة، له مؤلفات عديدة، له أنشطة عديدة يود من خلالها أن يوصل للعالم أن الفرد العراقي، الفرد الموصلي، هو إنسان متحضر وإنسان مثقف وإنسان يخدم البشرية، وليس كما صوروه وتآمروا على مدينة الموصل في حينها في 2014. والحمد لله تعود صابرة متفتحة للحياة بكل ما أوتي لها بقوة، بقوة أبنائها واهتماماتهم الفكرية والإنسانية وفي كافة النواحي التي تعمل على تطوير هذه المدينة من جديد. كانت رواية تتحدث بصدق عن معاناة المدينة ومشاهدته من أحداث الجسام في تلك المرحلة. هذه طبعا من خطة مركز ذنون للدراسات والبحوث التاريخية أن يستضيف الكفاءات الثقافية والفكرية داخل المركز من خلال نشاط الأستاذ أسامة يوسف ذنون مدير المركز، وإكمالا رسالة المركز التي وضعها الأستاذ يوسف ذنون مؤسس المركز رحمه الله.